عمل بعض المعلمين والمعلمات مع الأحداث في البحرين بأن حرموا الأطفال من حقهم في التعليم باسم توجهات سياسية خاصة بهم حاولوا من خلالها تحويل الطلبة من كراسي الدراسة إلى وقود محرقة ضاربين بحقوق الطلبة وأولياء أمورهم عرض الحائط. سجل أولئك المعلمون صفحة سوداء في تاريخ التعليم ليس في البحرين وحسب بل على المستوى العالمي بأن جعلوا من الأطفال أداة لمطامعهم التي كان يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن الفصول الدراسية. يدعي أولئك المعلمون بأنهم يمارسون عملا وطنيا كبيرا كان لابد من أن يتم احترامهم وتقديرهم من أجله. وهنا نتساءل أي احترام تنشدونه بعد إجبار الطلبة الذين حضروا إلى مدارسهم لتلقي العلم على ترك مقاعد الدراسة بالقوة؟ نعم بالقوة. أي تقدير ينشده أولئك وهم قد تعدوا على حق أولياء الأمور في حصول أبنائهم على الحق الطبيعي في التعليم فضلا عن أنه حق كفله الدستور والقانون؟ وعندما رأوا أن خطتهم لم تنفع وذلك بفضل الحس الوطني العميق لكل من تطوع لتدريس الأطفال في ظل غيابهم أعلنوا تعليق الإضراب شكليا فهم يذهبون إلى المدارس ليسجلوا الحضور والانصراف دون تدريس. ليس هذا وحسب بل إن بعض أولئك المعلمين حول حصصه إلى محاضرات سياسية يبث من خلالها ما يتسبب في هز كيان الطالب وفصله عن واقعه وبالتالي يكون من السهل توجيهه إلى الإضراب وهذا ما حدث في بعض المدارس. عندما طالب أولياء أمور الطلبة باستمرار الدراسة وعندما هب المعلمون المخلصون مع المتطوعين لنجدة العملية التعليمية والتربوية وقف المعلمون المضربون في وجوههم قمعا وإرهابا فقط لأنهم خالفوهم في الرأي بل فقط لأنهم مؤمنون بقداسة العملية التعليمية وعظم أمانتها.